الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. فمن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وهذا الأثر العظيم فيه بيان ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم من تعليمهم لصبيانهم وأولادهم حب أبي بكر وعمر، وذلك لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعن فيهم طاعن في كل الصحابة، والذي يحب أبا بكر وعمر فإنه بإذن الله عز وجل محب لبقية الصحابة. فأبو بكر وعمر هم ستار الإسلام، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكاثرت الأحاديث في فضلهما وفي ميزتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف الصالح. وليس هذا المقام هو ذكر كل ما ورد في فضلهما، ولكن هي إشارات نستفيد منها أن نقتدي بالسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم في تعليمهم لأولادهم حب أبي بكر وعمر كما كانوا يعلمونهم السورة من القرآن، فإن هذا يدل على أنهم كانوا يحرصون حرصاً شديداً على تعليمهم هذه المسألة العظيمة، وهي حب أبي بكر وعمر، لأن حب أبي بكر وعمر فريضة من فرائض الإسلام. سئل الحسن رحمه الله ورضي عنه: هل حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. فريضة، لأن حب أبي بكر وعمر دليل الإيمان، وبغض أبي بكر وعمر دليل النفاق. وعندما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يسب ويطعن في أبي بكر وعمر ما حكمه، قال: الأقرب كفره، وهو الصواب، أن من يطعن في أبي بكر وعمر أنه كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل، مكذب لرسوله، وطاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عباد الله، أكثر من يطعن في أبي بكر وعمر هم الرافضة، وذلك لأنهم يعرفون أن أبا بكر وعمر هما ستر الصحابة، فالطعن فيهم طعن في كل الأصحاب، ويرد عليهم بما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه: الذين يدعون حبه وهم يؤلهونه ويعبدونه من دون الله ويجعلونه ندا لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يفعلون. كان علي رضي الله عنه يقول: ما يبلوني عن رجل أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدا مفتري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروي هذا عن علي من طرق كثيرة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه من نحو 80 وجها وأكثر، أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. فمسألة أبي بكر وعمر مسألة مفروغ منها عند الصحابة، بل كانوا يقولون كما قال ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. ولما حُمل عمر أو وُضع على سريره وهو نعشه رضي الله عنه وأرضاه، وتكنفه الناس اجتمعوا حوله، جاء علي رضي الله عنه وأرضاه وترحم على عمر، ثم قال: والله إني
لا وقال والله ما خلفت احدا قال والله ما خلفت احدا احب الي من عمل بمثل عمله بمثلك او نحو هذه العباره وايم الله قال وايم الله اني لاظن ان الله عز وجل يجمعك مع صاحبيك اي مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر لاني كنت اكثر اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر دخلت انا وابو بكر وعمر قال والله اني لاظن ان الله يجمعك مع صاحبيك هذا هو علي رضي الله عنه الذي يدعي الرافضه انه يبغض ابا بكر وعمر وكذبوا وافتروا بل هو صاحب هذه المقوله العظيمه التي ذكرناها انفا فابو بكر وعمر حبهم ايمان وبغضهم نفاق فواجب علينا ان نتعلم هذه المساله وان نعلمها ابناءنا لان هذه تكون قد تكون من السنن التي هجرت اليوم من منا يعلم ابناءه هذه المساله حب ابي بكر وعمر وحب الصحابه عموما كثير من الناس اليوم يعتمدون على الدراسه النظاميه ويتركون اولادهم عليها انت المسؤول امام الله أنت المسؤول المباشر أمام الله عن أولادك علمهم العقيدة الصحيحة اجعلهم ينبتون نباتا حسنا نعم المدرسة والدراسة النظامية وسيلة لكن أنت المسؤول المباشر فعلينا أن نعلم أبناءنا هذه المسألة العظيمة والكلام على أبي بكر وعمر ذو شجون ويطول فيه الكلام لأن فضائلهما عظيمة جدا ويكفي ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما أنهما بمنزلة السمع والبصر له صلى الله عليه وسلم وعندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ذئب قد تكلم تعجب الناس قالوا سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك ويؤمن أبو بكر ويؤمن عمر ولم يكن أبو بكر وعمر موجودين في هذا المكان الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يعلم أن أبا بكر وعمر لو سمعوا لصدقوا مباشرة لمعرفته صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وقدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم رجلان خلقا لنصر محمد بنفسي ودمي ذلك الرجلان رضي الله عنهم وأرضاهم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين